العام 1982، الأرجنتين تمضي عامها 62 تحت حكم العسكر، تحت حكم الدكتاتور. كعادة العسكر، الجوع، الفقر، البطالة والقمع ومصادرة الحريات تنتشر في الأرجنتين، إحباط بالكامل. في هذا الجو المحبط فكرة خطيرة عبارة عن استعادة أراضي أو جزر قريبة تحت حكم البريطانيين، الفوكلاند. الفوكلاند تبعد عن بريطانيا أكثر من 8000 ميل، مسافة بعيدة جدا، والأراضي أصلا أراضي أرجنتينية. العالم يجمع على أن الأرجنتين هي التي لها الحق في الجزر، لكن القوة بريطانية. في هذه الأحداث وضعت البحرية الأرجنتينية خطة لاحتلال الجزر، وبالفعل نجحت في احتلال الجزر وتفوقت على الحامية البريطانية الصغيرة. لكن بريطانيا ترأسها مارغريت تاتشر، The Iron Lady، حركت الأسطول البحري مباشرة إلى الفوكلاند. على أرض الفوكلاند حدثت معارك كانت فيها الخسائر الكبرى للأرجنتينيين، وانتهت حرب 10 أسابيع باستسلام الأرجنتين. المصاب إذن جلل، إحباط شعبي، قمع وخسارة رغم الهياط الأرجنتيني. في ظل هذا الجو يبرز الطفل الذهبي. قبل هذه المغامرة بسنوات قليلة، الأرجنتين فازت بكأس العالم التي نظمته على أرضها، لكنها عرفت الفشل بعد ذلك. في الأرجنتين كما في الجارة اللدود البرازيل، كرة القدم أهم من الدين، أهم من الغذاء، أهم من الماء، هي أهم من كل شيء. الأمة الأرجنتينية تشعر بالإحباط، هناك إذلال أمام العالم من بريطانيا، فتخيل أن تقع الأرجنتين ضد إنجلترا في كأس العالم. إنجلترا المدججة بالنجوم، إنجلترا المليئة بلعيبة ليفربول وإيفرتون وليدز، فرق غاية في القوة. في المقابل الأرجنتين تعقد آمالها على المعجزة، على الجولدن بوي دييغو أرماندو مارادونا. دييغو تحمل كل الضغوط، كان كل شيء على عاتقه هو وحده، ليهين الإنجليز ولينتقم للأمة. إذن هي ليست مجرد مباراة كرة قدم، هي عبارة عن معركة كرامة، هي أكبر من أي مباراة كرة قدم في التاريخ. تصور أن المباراة تحدث بين المنتخب العربي وإسرائيل، أو بين المنتخب الأمريكي والمنتخب الروسي، مباراة ثأر فوق الحسابات. ولأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، دييغو أرماندو مارادونا اختار ذلك الشوط تحديدا كأفضل شوط في تاريخ كرة القدم. ليس إنجليزي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، نصف الفريق بل أكثر، 6 لعيبة يتجاوزهم جميعا ليسجل هدف القرن. والهدف الثاني كما سماه تعالى الله، يد الله التي هزم بها الإنجليز، أخرج الإنجليز وأذلهم أمام العالم أجمع وأعاد الكرامة لبلده. أكمل دييغو الأداء الإعجازي في تلك البطولة. عام 86 يسمى كأس مارادونا، لا يمكن لأي لاعب أن يقترب من دييغو، هداف البطولة وحامل الكأس وأفضل لاعب فيها، وبإجماع الجماهير أفضل لاعب في التاريخ دييغو. هذه الشخصية الملهمة الاستثنائية التي تنتقل إلى نادي في الدرجة الثانية ليصعد به وليفوز بالدوري، وعلى من؟ على نجوم جنة كرة القدم. ذلك الشوط في مباراة إنجلترا والأرجنتين يساوي وحده تاريخ كرة القدم أجمع. مع كامل الاحترام لكل النجوم والأساطير الذين يقارنون في مارادونا، قدم مارادونا اليمين تسواهم كلها. كرة القدم ليست حصة رياضيات وليست سوبر ماركت تقاس بالأرقام، كرة القدم أكبر، فليحقق أي لاعب ما حققه مارادونا لبلده. إنه لمن الجنون، إنه لمن السخافة أن تقارن أي لاعب بمارادونا. السنابات الأخيرة إهداء خاص للعزيز أبو عبود، وإهداء أخص للبعيد عن العين القريب من القلب أبو ياسر.